المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الشهر الماضي أن السفير الفرنسي لدى نيامي سيلفان إيتي لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده. في غضون ذلك قالت الحكومة الفرنسية أن الانقلابيين في النيجر لا شرعية لهم لطرد سفير باريس من نيامي. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا من باريس مراسل التلفزيون العربي محمد حاجي. محمد، يقول الفرنسيون أيضا أن قواتهم العسكرية جاهزة للرد، ضعنا في تفاصيل هذه المواجهة الدبلوماسية وإمكانية تطورها. نضال بالفعل، يعني لغة التصعيد بين باريس ونيامي لا تتوقف فعلا منذ الانقلاب منذ حوالي أو أكثر من شهر. اليوم أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية بأنها تلقت رسالة خطية من الانقلابيين تدعوهم إلى طرد أو فيها إيجاز أو تعليمات للشرطة في النيجر إلى طرد السفير الفرنسي من نيامي، ليس فقط طرده إنما إبطال جوازه الدبلوماسي وأيضا رفع الحصانة عنه وإبطال إقامته هو وكل أفراد عائلته، فيما يعتبر تصعيد كبير واستفزاز لباريس إن صح القول. السفير الذي يتمتع بدعم من الرئيس الفرنسي الذي قال بأن السفير مستمر هناك في عمله وأيضا لديه كل الدعم وحياه على شجاعته هناك. اليوم قيادة الأركان الفرنسية أكدت بأن أي تقويض للسلطة الفرنسية عسكريا هناك واقتصاديا وأيضا دبلوماسيا سوف يواجه بأقوى أنواع الرد. لا نعلم ما هو الرد، لكن فرنسا تعود وتختبئ خلف إكواس للرد على الانقلابيين من أجل عودة الشرعية، إن كان بالدبلوماسية وإن كان بغير الطرق الدبلوماسية. هذه هي العباءة الكبيرة التي تختبئ خلفها باريس، وهذا هو الخطاب الذي مثلا لم يستعمل في مواجهة ما حصل في الجابون. إذن هناك نوع من الحزم الفرنسي الذي دائما ما يضع في المقدمة إكواس. عموما الموقف الأوروبي مما يحصل في الجابون والنيجر وأيضا الموقف الفرنسي أيضا فيما يحصل في النيجر ورد الفعل الفرنسي على ذلك لخصناه في التقرير التالي. لم يعد للسفير الفرنسي وعائلته مكان في نيامي. صدر قرار ترحيله فورا من سلطات الانقلاب العسكري في النيجر. وزارة خارجية سلطة الأمر الواقع قالت في بيان الترحيل إنها ألغت الصفة الدبلوماسية للسفير سيلفان إيت بعد 4 أيام من انتهاء المهلة الممنوحة إليه للمغادرة، قرار اعتبره الإليزي فاقدا للشرعية، حتى أن الرئيس ماكرون طلب من سفيره التزام مقره في نيامي. سياستنا جيدة، ترتكز على شجاعة الرئيس بازوم والتزام دبلوماسيين وسفيرنا على الأرض وبقائه رغم الضغوطات وتصريحات سلطات الانقلاب. داخل مقره يلتزم السفير وعائلته بقرار رئيسه، وهو يستمع إلى هتافات المدنيين المطالبين بترحيله. يؤطر العسكريون هذه المظاهرات في انتظار تطبيق قرار قيادتهم بتنفيذ إجراءات الترحيل، مع تأهبهم أيضا لإلزام القوات الفرنسية المتواجدة في البلاد بالانسحاب الكامل وفي أجل قريب تمامه يوم 3 سبتمبر القادم. تنظر باريس إلى هذا التهديد بكثير من التوجس، فبعد طرد قواتها في مالي وبوركينا فاسو يأتي الدور على مركز عملياتها العسكرية في الساحل وموطئ أكبر قواعدها في إفريقيا، حيث يتواجد نحو 1500 عسكري من قواتها على أهبة المغادرة أو التصعيد. أمام هذه المعضلة الفرنسية يقرر الاتحاد الأوروبي دعم موقف أهم أعضائه برفض التفاوض مع الانقلابيين والتلويح بعقوبات ضدهم. تضع باريس كامل ثقلها لتأكيد العقوبات المنتظرة من الاتحاد في وقت تسقط فيه حجرة أخرى في دومينو الانقلابات على رقعة جديدة من مستعمراتها القديمة. كل شكر لك محمد حاجي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من باريس.